إنا لله وإنا إليه راجعون رب نحرست جنا وجود دقيق وحمان تحبالها مجال هذا عرق قبل لجوا سي وذي أحمد حسن كبوينه كم ذها وذي عاش مجال هذا عرق قبل حرنته قبل كسناج إسلام مركز إسلام بدون كودن بيه بحال العاف ما دوتشي في إسلام مجال هذا عرق قبل وحال كوجيري وذي وذي أحمد حسن أيه تاريخ وين كلها برشة مجال هذا عرق قبل حرنته قبل كسناج تاريخ دي وذي أحمد حسن كلها مجال هذا عرق قبل يجود هم بقبل كسناج كشكي ويل وحكرت كسوق يبقى أسك أو ذي أحمد حسن كبويني ويريد مقالة عير قابو نينا هذو قيمة بضن وقرابة حجرين بضن وعبادة بضن بو أها إلهي وحينو قررشين إنا إساقنا ما أنتي تيسي نغطي إن نحرستي چنو إلهي سييو قبتكي وكتغي عرورتي وكتغي إيو دمان رير علي حسن ودين وحن لايهاي إلهي سمريو إيمانها كسييو أصحاب تيسي قرابة ديسي إيو دمان رير قبل سناك بوحن لايهاي إلهي سمريو إيمانها نغسي الله الحريص أحمد حسن علي قبض كيسينا إلى هاي سمير يمانها كسيو وحسيكار وقت عسيدين إياه مريال وكم دي هاي عبد القادر أحمد حسن كبويني محمد يوسف بكيلة إسماعيل يوسف بكيلة وأبوها يا عبد القادر وأبوها قبض كيسي ويوسف أحمد حسن كم دي هاي عباس حسن علي وضيء أول على هاين عذر حسن علي وأول على هاين هبله سيهوضا أحمد حسن يا فاطمة أحمد حسن يا دمان رير أحمد حسن تفيرتو دي وإلى سديتن قاريسة يا رير أضي يا دمان كتا عسيدين يا وحن لأن هاي إلهي سمير يمان هيدين كسيو إلهي لابط يا قلبك هيدين كريبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد حسن علي أضي إلهي عون خريستو أنت وتاريخ وتاي شن أيو حسابتي إلهي عون خريستو كل يسقال بقولي أفرتنكي أيو كل شيء دقمد عيري في النواحي جيدة السجى إيوه ولا ليه يبقى كل اللي إنتن قرر ليه كبرود إيوه لبنان بيو ولا حاين مثل عباس إيوه حرسي إيوه ليه كبرود إنتوا بعرف في بقول الشيء إنك ما تعرف فين أي أسميريت كوع سكون حشرين من تقيبوها ومحيط أفكارا إن بدن بودنك تشوقي مركز تبدأ تبدأ هو دوفي عروض إلهي دورية إلهي سديت ميلها سيئة قارية إلهي ونحرس ويبدو عينينا الله يكرمكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد حسن علي وحاولنا وقبها قرى ما أنت وأدعو إله سبحانه وتعالى وحنو ويديننا جنات الفردوس الأعلى إنه كم معصومة قبرك إنه النور يواسعيه داغت جنات إنه غفره روضة رياض الجنة إن إله سبحانه وتعالى وقرده أدون ونأكسن بوها وحن ورخاته وقرنها إنه أدون ونأكسن مردي وأدون ونأكسنها ومدنا dulka korkiisa joogta ay uga marqaati kaadeen oo adoon wanaagsanaha ilaahay subhanahu wa ta'ala saasan agtiisa uga rajaynayna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisa allah dhaafo cafsi ilaahay subhanahu wa ta'ala ha cafiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga samir iyo iimaan qaba iyo awl khayr qaba ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga siiyo sallallahu ala nabiyina inna ilayhi raji'un maanta waxaan halka ku waasayna ahmed xasan ali oday kaba weyn ku caan ku magac dheera waxaan halkan ka tacsiyeedeenina ahlkiisi iyo qaraabadiisi ee waxaan leenahay samar iyo iman saadiq ilaahay ka siiyo isagana ilaahay ha u naxariisto wuxuu ka mid ahaa odayaasha rugcadaag ahaa ee magaalada Ciirgaabo ee caanka ka ahaa waxaan u rajaynaynaa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu ku casuumo jinnooyinkiisa firdowsa ahlkiisana samar iyo iman saadiq ka siiyo jicuun kullu nafsi daaqatul mawt waxaan maantaan joognaa qabuuraha magaalada Ciirgaabo oo lagu aasay allah ha u naxariistee أحمد حسن علي وكمدها حال دور كبرشادة قبل كسناك إلى هاي دمانتين سمرية إيمان صادقة هاي نغسيو وحن هالك الوقت عسيدين يا ولالك عبد القادر أحمد حسن يا دمان فهم لقيم أحمد حسن أوردن إلى هاي سمرية إيمان دمانتين هاي نغسيو هالك انت عسيدي سي شوقنا اللهم نحر استيحاتي أحمد حسن علي رمتي وحوها دون وناكسن أنه قويس كاس معرفة بدن بانو iska naqaana dhamaantood waxa weeye qoys wanaaga Ahmed Hassan Cali uu lahaa ay ku wadan ismeysan yihiin waxaan dhamaantood leeyahay samir iyo iimaan Soomaali Maxamed intii taqaanayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan
كل نفس دائقة الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هلكن المات هلقو أسي أحمد حسن علي وضدكو قرنو جيهين إن أحمد كبويني أما أوضي لبضبة وحن هلكن وقت عسيدين يا قويسكي يا قرابدي وكتقي رنتي أصحاب بدن بانو كلهين إن محو هاي صاحب كي سجارة وحن وقت عسيدين يا عبد القادر oo kamid aha baxda saxafiyinta ee iyo sidoo kale baxda waxbarashada labadaba ee waxaan kala u tacsiideenayaa maxamed yuusuf bakayle ismaaciil iyo ismaaciil labadaba waan u tacsiideenayaa iyo dhamaan qoyska halkana lagu wada xukuman yahay ee tiisina waxay noqotay xalay maanta inaan halkan ku aasno samir iyo iman baan leeyahay dhamaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii waa geeri naxdin leh waxa xalay magaalada ceergaabo ku geeriyooday axmed xasan cali oday oo aanu saaka halkan ku aasayno maanta salaadda duhur lagaga soo tukaday mustaqbal jaamac weyn magaalada ceergaabo runtii waxaan ka tacsiyay dhammaan heer oday gaar ahaan saaxiibkay cabdiqaadir axmed xasan oday kabowine yuusuf yuusuf cawir oo loo yaqaan yuusuf axmed xasan sidoo kale saaxiibkay maxamed yuusuf bakayle iyo ismaaciil bakayle iyo dhammaan qoyska iyo qaraabada iyo heleeda iyo asxaabtiiba waxnay kullu samiriyeemeena ilaahay naga siiyo ilaahay raajicuun waxaanu hadda joognaa xabaalaha magaalada ceerigaabo oo lagu aasayo marxuum allah u naxariistee axmed xasan oday oo ku habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday magaalada ceerigaabo waxaan si gaar uga tacsiyadeynayaa oo aanu bahda warbaahinta ku wada jirnaa cabdiqaadir axmed xasan oo aabe u ahaa iyo weliba wariyaasha kalaa maxamed yuusuf bakayle iyo ismaaciil bakayle uu awowgood ahaa iyo dhammaanba ehelada iyo qoyska waxaan leeyahay samir iyo iimaan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt waxaan ku sugannahay xabaalaha magaalada ceergaabo aan maanta ku aaseyno allah u naxariisto axmed xasan oday baan tacsi u diraya dhammaanba qoyska reer kabaweyne ilmo bakayle oo dhammaantoodba uu ahaa waalidkoodu ahaa waalidkoodu ugu weynaa ahaa allah u naxariisto baan leenahay marxuumka sidaa la wada sheegay wuxuu ahaa marxuum wanaagsan oo islaansaxa ilaahay qabriga ha u waasiciyo dhammaantood baana samir iyo iman allah ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaanu hadda ku sugannahay xabaalaha magaalada ceergaabo waxaa xalay ceergaabo ku geeriyooday axmed xasan cali kabaweyne waxaan uga tacsiyadeynayaa dhammaan ehelkii qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumkaasi gaar ahaan cabdiqaadir kabaweyne oo waa aabe u ahaa ismaaciil bakayle iyo sidoo kale maxamed yuusuf bakayle iyo dhammaan ehelkiisiba halkana ummadda wada huran qof walbaana waa u geeriyoonayaa waxaan leenahay cabdirashiid cali telefishinka caalamiga ee CBA TV ceergaabo. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها